مرض أنفلونزا الطيور لسه موجود في مصر وبيمثل خطر علينا، علشان كده الأفضل إن إحنا نشتري الطيور المجمدة الموجودة في الأسواق دلوقتي، وده لأنها من مصدر آمن ومعروف وبكامل قيمتها الغذائية. ولازم نتأكد من غسلها وطبخها كويس قوي علشان نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا. مرض أنفلونزا الطيور خطر نقدر نتغلب عليه،